قصقص ده برضو ده بقى ده انت كأنك شغال مع واحد من الجن فاهم، واحد من يأجوج ومأجوج مش بشر. ايوه ده مش طبيعي، لان ده بس ده بقى المتعه فيه انه باور جدا على المسرح، وفي نفس الوقت عنده كوميديا، لو مفيش ضحك الناس مش هتمل، لان هو بيعمل حاجه ده عامل حاجه، هيقع هيخبط في حاجه هيتعور هيتصرف هيتكسر له رجل هيقطع دراعه اي حاجه يعني هيحلها. وخد بالك هو الوحيد في مسرح مصر لو الناس لاحظت عمره ما دخل على رجليه، لا يمكن، لسه كنت هقول لا يخش على سكوتر، لا يخش نص حصان ونص حمار بالظبط، لا يخش طاير بالظبط، لا يخش متشال، لا يخش متشال، لا يخش راكب موتوسيكل، يعني لا يخش حاجه في حاجه، لدرجه ان الناس مع بعد فتره افتكروا انه مشلول، لا انه عنده مشكله في رجليه لان هو ما بيخشش على رجليه، لا مكلف جدا، وميكروباص مره هو مكلف وتكتك. بس وتوك توك بره انا دخلت ايه كنت معاك انا صحيح، ما انا بقول لك هو مكلف جدا انسان والغريب صح. بقى مكلف للانتاج جدا والغريب انه بيستخدم الحاجه دي في الدخول بس، وبعد كده لما بيمشي ما بيستخدمهاش تاني، مفيش اي حاجه بس هو بيحب. بس اقول لك حاجه، لما بيستخدم الحاجات دي بتطلع في المشهد ضحك يعني. هو انا وانت اشتغلنا مع بعض كتير، اشتغلنا كتير اه. ده في مشهد حلو جدا لما انت كنت جاي بتقدم في الفندق، لما كنت انا وربيع المشهد ده حلو جدا، بس انا مش انت لوحدنا تقعد في انا وانت لوحدنا اشتغلنا. وبعدين انت عارف اصحابي كنت بحب فيه، انت عارف انا كنت حابب الدور ده ليه؟ ليه؟ عشان بحب قوي لما بيتهزق قوي الراجل وفجاه بيرجع يسللهم ومعدي بالروب. فاكر الروب ده انا طلبته الله يرحمه روب رجاء الجداوي في الواد سيد الشغال، بس بدل الابيض احمر. فاكر لما قال لها انت لابسه رز مسلوق اللي هو اللي انا الدور ده كنت حابه عشان الشوط اللي بنعدي بالشيزلونج بتاع وانت متشال وموقف ربيع يغني بحب قوي المسرحيه. الصبر ما بحبوش. المحور بس المحور مش عمال ادور في اليوفط في الحاجه انت فاهم، في المونوريل في المونوريل، ما انا مش عارف اقول ايه. المحور واسع ماشي، المحور واسع، في ناس بتقول زحمه، في ناس بتقول مكتوب عليا كل يوم، لا 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 صديقي واسع 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 المحور واسع. قناه المحور يا يا قناه المحور شيكابالا مهاري الزملكاويه مهاري اللي هيعملوا فيه مهاري مهاري الزملكاويه مهاري هيشنوا مهاري اصل انا مش فاكر له حاجه مهاري مهاري مش فاكر له حاجه والله. مهاري دي تقولها على ابنك وهو عنده 7 سنين ما انا افهمك، انما شيكابالا افهمك بس الرمز بتاع الزملكاويه تقول عليه مهاري. ايوه ما هو عمل ايه، هو كرمز وكل حاجه انا بحييه، بس قصدي خد ايه عشان اقول اكتر من مهاري. هاني شاكر نقيب الموسيقيين، يوم قلت فيه الدنيا دي انتهت، يوم زلزال 92 انا كنت فاكره يوم القيامة والله بجد، والله العظيم وانا صغير وقلت ان انا لسه صغير قلت خلاص كده، انا كنت في المدرسة والدنيا اتهزت وقال يلا الساعة 3 انا كلنا بندوس على بعض واحنا في المدرسة، فانا في دماغي ان دي الايه خلاص هي اللي هي بتبقى كده، وعمال اقول طب انا ما لحقتش يعني، طب اتحاسب على ايه؟ ما لحق انا في ثالثة ابتدائي لسه ما عملتش اي حاجة، طب ايامة طب هياخدونا فين؟ يعني احنا بنجري كده هنخش حاجة ودي القيامة يعني فاهم؟ ولا هنفضل نجري كده هنخش حاجة يعني فاهم اللي هو يفتحوا حاجة ونخشها دوابة ما نخش ونعيش بقى القيامة وعهوالها بقى دي القيامة ولا اصل احنا ما متناش احنا بنجري بس ومش من حاجة، يعني احنا بنجري من المدرسة وطلعنا نجري في الشارع وبنجري اصل هتجري ايه اذا كان الارض بتنهار؟ لا واللي يضحك بنجري وهي الدنيا اتهزت اصلا 3 ثواني احنا فضلنا 3 ساعات بنجري وبنبص ورانا انا مش فاهم الزلزال بيلحق بيجري ورانا مفيش حاجه، بس انا كان في دماغي ان ده يوم القيامه نهايه العالم. الكنافه بالمانجا ده ولا حاجه الصراحه. ايه الاكل اللي ما تقدرش تعيش من غيره؟ الاكله اللي ما تقدرش تعيش من غيرها؟ الفراخ، المكرونه البشاميل. ايوه كده هي دي اكتر حاجه دي ما تقدرش تتحرم منها. لا 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 هي دي ده هي دي اللي انا كل شويه اقول دايت تروح لي بس قبل الدايت واحده مكرونه البشاميل وتبقى هي كل اسبوع 3 مرات يعني انت اصلا ما بتلحقش تبدا دايت. بص بقى دي لعبه صيني تمام بتاعت واحد اسمه هوانج عزب اوكي ما انا مش بهزر دلوقتي هوانج عزب والله اوكي صديقي تمام واللعبه دي ذكيه جدا لعبه لطيفه قوي. بص يا سيدي شايف عشان بس الناس تبقى شايفه ده الدفتر ده اللي بنلعب منه تمام والحكايه كلها عباره عن
الاربع قطع دول شوية خشب. ماشي، اربع قطع خشب بالظبط. بص شكلهم عامل ازاي. تمام. اوكي، المطلوب يا استاذ، ايوه، ان الدفتر ده فيه 100 شكل مختلف. بص، تمام، كله 100 شكل مختلفين. تمام. اوكي، المطلوب ان بالاربع قطع دول بس، ولازم تستخدمهم كلهم في كل مره. تمام. تعمل ال 100 شكل دول. طبعا انت مش مطلوب منك دلوقتي تعمل 100 شكل، اكيد انت المفروض هتختار شكل دلوقتي، صح؟ ليه انا اللي هختار؟ انت اللي تختار. أنا انت اللي ليه شخصيتك ضعيفه يا حبيبي؟ لا مش فكره ضعيف، انا بوريك ان انا اي حاجه هتختارها. لا انت اختار شكل وجايب لك. بص دول الـ الاسهل، نقي واحد منهم نجرب، لان هي مش سهله يعني، فانت نقي اي شكل. دول كده الاسهل، دول اول سبعه. اه والله دول ده بجد والله. طب انا هاخد السلم ده. تقدر تبدا. طب والوقت براحتي عادي؟ براحتك خالص، تشغلش بالك بس سريعه جدا يا عمر على فكره، هي بدات بقالها شويه، انت بتضيع الوقت. طب استنى، انت عايز شكل ايه؟ رقم 3. انت قاعد باصص على دي ومش مركز. بص على الشكل. ماشي ماشي ماشي. رقم 3. الغريب ان هو ما بصش على رقم 3 ولا مره يا جماعه، انا مش عارف هو اصلا. اهو استنى استنى استنى، اهو اهو كونت تحت. وريني هتركبه ازاي. لازم الشكل نسخه من دي، لا حاجه طالعه بره ولا حاجه داخله جوه، فاهم اقصد ايه؟ شكله هينجح ولا ايه يا جماعه؟ لا غلط مليون في الميه. مفيش الكلام، مفيش الكلام ده يا استاذ، غلط. انت مركب التركيبه غلط. استنى طب اعمل دي كده. اهي دي اهي اهو، ممكن اهي. وبعدين يا ولا معلش، السامبوكسه دي مفيش. معلش انا مش جاي اشتري منك كرسي. ده سامبوكسه ابوس ايدك الرمله هتخلص. انا مش جاي عشان اشتري منك كرسي تقول لي معلش، ده هو احنا عايزين الشكل ده. السامبوكسه يا عم عمر مش كرسي. معلش ايه؟ معلش انت بتطلع لي جلد حرفيه. قدام برنامجك مش كرسي. برنامجي؟ طب اهي يا الله، الزاويه فتحت مننا سنه. مش حدوته، مش حدوته، ما تبقاش ضيق. مش حدوته. ايه ده؟ هو سلم بس. سلم ايه؟ سلم ده حرف في اتكسر. طب استنى طب استنى طب استنى طب استنى طب استنى طب استنى معلش براحتك. طب يبقى هي دي اللي فوق مبدئيا. ماشي اهي اهي يا عم عمر. اهي مفيش. الله، خلصت والله الحمد لله. لو على الشطرة دي، دي شطرة، دي شطرة يا باشا. معلش معلش ان شاء الله. ما هو مستحيل الراجل الصيني يكون جابها غير كده، وهي فيها قطشة من هنا كأننا بس ايه. اوعى ايدك. طب اشوف، انا عايزك تعمله صح. ما هو مستحيل دي. مش لا مش مستحيل. لا كده هو عارف معناها كده ايه، ان البوز ده هنا كده والبوز ده والبوز ده هنا كده، ملهاش حل. فهمت؟ ما انت برضه شغل مخ. فعرفنا كده ان دول هما الزاويتين، او العكس، دي كده عشان القصيره ودي عشان الطويله. عدويه ولا حكيم؟ عدويه. احمد موسى ولا فيلم موسى؟ هو المقارنات اسامي. انت مالك يعني؟ انا اقول لك محمد انور ولا انور السادات وهنقارن ما بينهم؟ انا المسؤول عن المقارنات، انت مسؤول انك تجاوب. فيلم موسى. عمرو اديب ولا ابراهيم عيسى؟ عمرو اديب. عمرو دياب ولا مايا دياب؟ ايه؟ مش انا تخربين نسيبه سودة اصلا. لا 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 بالعكس، دي مقارنه. ما يعني دي مش مقارنه، انا بسالك. يعني تقول لي عمرو دياب ولا عبد الحليم حافظ؟ لا انا مش، لو انا عايز اعمل مقارنه غنائيه كنت هقول لك زي عدويه وحكيم. انا هنا بقول لك عمرو دياب ولا مايا دياب. يا اخي انت قدامك بابين، باب مكتوب عليه عمرو دياب وباب مكتوب عليه مايا دياب، هتدخل انهي باب؟ انا عمرو دياب. هتدخل باب عمرو دياب؟ لو باب مكتوب عليه عمرو دياب وباب مكتوب عليه محمد انور، هخش باب عمرو دياب. يعني ده منطقي، ده طبيعي. اوكي ماشي، حقك. شيرين ولا نانسي؟ شيرين. محمد منير ولا احمد منيب؟ محمد منير. خاطر. خاطر من اكتر الناس اللي انا اشتغلت معاهم وشغل علم يعني. هتلاقي انا وهو لما عملنا اللي هو انا كلب فلوس، شكشك كنت انا عامل معاه بحر يعني. هتلاقي اغلب الشخصيات اللي نجحت عند خاطر كنت انا واقف فيه معاه. هو ممتع جدا جدا في الشغل، بس خاطر الحنبله ممكن فجاه على المسرح
ما يبقاش معانا في المصر. فجأة جدك اللي عنده زهايمر. لا فجأة بيبقى محتاج تروحه في نويبع. على البحر دلوقتي هو دلوقتي. ما فيش. على البحر بيصطاد. ما ينفعش تخش وعليه هو. وبعدين بقى ايه اتعلم من استاذ اشرف عبد الباقي حاجة جميلة قوي. اما ينسى يروح مبرق ومزعق لك. فدي مشكلة انت ناسي وبتهب فيا. طب انا هلمها. فبتوترني انا معاك. انا عرفت ان انت خلاص. انت حنبلت. انت مش معايا. بالظبط. سيبني بقى نخرج انا وانت خروج كريم. لا 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 لا. الحنبل. مش كريم عفيفي. كريم عفيفي كنت بحب اشتغل معاه برضو جدا كتير. بس كريم مش من اكتر الناس بقى اللي اشتغلت معاهم. يعني لو هتلاقي اغلب المشاهد اللي مش هتلاقي فيها كريم. بس كريم برضو حلاوته طاقه زي ويزو. يعني بيخش دايما عامل كاركتر عامل عيل صغير عامل سهل تشتغل مع كريم. سهل تشتغل معاه جدا جدا يعني. بسيط وسهل. حمدي المرغني. حمدي طبعا كنت بحب حمدي بحب اشتغل معاه من ايام الجامعه. انتوا كمان دويتو كنا احنا كنا دويتو اصلا قعدنا 5-6 سنين احنا حمدي وانور فاهم. انا كنت بحبكم قوي الجرسونين في مسرحيه ما انا بقول لك احنا كنا بنشتغل يعني احنا يمكن في مسرح مصري يعتبر افترقنا يعني اشتغلنا معاه. لكن في العادي كنت انا وحمدي كتير التوأمة. مشكلتي انا وحمدي ان انا هو رجعين جدا احنا الاثنين على قد ما ليكم ومزات مع بعض على قد تو ماتش كتير اثنين كتير يتكلموا انا وهو عالي وصراع. بس برضو بحب الكونتراست اللي بينكم في كونتراست كده الابيضاني مع الاسمراني اللي شكله وسيم شويه وطيب اللي شكله يدي على غطا حله. ففي بينكم في حاجه حلوه انا بحب ده ما بحبش اتنين شبه بعض ابدا فهمت. يعني انا احب شغلك انت وخاطر وفعلا ليكوا حاجات بس الكاركترات كانت بتداريكوا لكن اتنين بيت جنب بعض واقفين في حاجه مش غلط مش, مش حلو صح يعني عشان كده تلاقيني مثلا ايه عشان كده تلاقي اغلب شغلنا انا وخاطر فيها كاركترات مش طالعين بشكلنا ما ينفعش يعني يبقى عامل شكل اتنين بنضارات او اتنين مسبسبين مش هندحك شبه بعض شبه بعض صح.